إن شاء الله راح نتكلم عن أعراض القرحة الهضمية. أن أكثر الأعراض حدوثا هي ألام متكررة أو حرقان في منطقة الباطن العلوية بين السرة وأسفل القفص الصدري، وغالبا ما يشعر المريض بألام بين الوجبات حين تكون يعني المعدة خاوية من الطعام. قد تستمر هذه الألام من دقائق إلى عدة ساعات، وغالبا ما تخف حدة الألام بعد الأكل أو عند تناول الأدوية الخافضة للحموضة. في بعض الأحيان يحدث أن يعني يستيقظ المريض في منتصف الليل على هذه الألام المزعجة. قد يشعر المريض أحيانا بقثيان واستفراغ وفقدان الشهية، وأيضا يعني يعاني من نقص في الوزن. وننصحه مباشرة إلى استشارة الطبيب وأخذ العلاج المباشر لهذه الحالة. إلى هنا انتهى الدرس. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي.